With every step we take, Kyoto to the bay, strolling.
المفاجأة الكبيرة في هذه الأوقات بين ألمانيا ضد الجزائر. تحية حارة لكم أعزائي المشاهدين، معلقكم الرياضي روف خليف للتعليق على مباراة اليوم. كرة تورية في المساحة الخالية، جيروم بوتانغ يقرأ الكرة بطريقة ممتازة. شفاينشتايجر، كرة تورية إلى الأمام، يلعب كرة بينية ساقطة، لديه فرصة جيدة. تلك هي فائدة تدريبات الدقة والتسديد.
المواجهة الكبيرة في هذه الأوقات بين ألمانيا ضد الجزائر. تحية حارة لكم أعزائي المشاهدين، معلقكم الرياضي روف خليف للتعليق على مباراة اليوم. ماريو غوتشي، كرة دورية في المساحة الخالية، جيروم بوتان يقرأ الكرة بطريقة ممتازة، شفاينشتايجر، كرة